هيا نحكوا حكاياتي معاكم، اسمي سعاد، دور في شريك حياتي عند فلوس ولد بلاد. هيا نحكوا حكاياتي معاكم، اسمي سعاد، دور في شريك حياتي عند فلوس ولد بلاد. قلتلكم اسمي سعاد. سلمك وخير، يعطيك صحتك. منو مال؟ نعم خير. يعني ناخذ رايك في موضوع. ان شاء الله خير. انا لمت في لساتي وقلت ناخذ راي اختك. انا متوكل ماذا بيا نخطب ونتزوج ونرتاح. والله والله عندك الحق يا اخي، توكل على ربي. تعرف يا اخي، اني هذا هو النهار اللي نستنى فيه من سنين. يا ريت امي وابوي عايشين معانا توا، راهم يفرحوا. معليش يا اخوتي، بالله سامحيني يا مريم، بالله سامحيني، عيطت وضربت الصغار ونكدت عليكم حياتكم، بالله سامحيني يا مريم، بالله سامحيني. الله يسامحك يا اخي، دنيا واخره، انت اللي سامحني وربي يخليك لينا يا رب. هي ما ادتليش وربها وتبكي ومخليه ما مدايره. وخيرك شو فيه تبكي؟ ما في شيء. ريتها ما تبيش تحكي قدامي، خليكم مع بعضكم انستوا. الله يأنسك. كل يوم لما توريلي شريره. وخيرك شو فيه تبكي؟ وانت من الصبح شديتها بكي حتى يعني امك ما تبيش تحكي. يا ولدي شو قابلك واقف على الباب؟ يا ولدي مش واقف على الباب، مش أنا ما نبيش نحكي قدامها يا نوريا. من الأخير من الأخير، بكر ولا خلي ميلاد بيخطب وبيتجوز وفي جرته كده رمزي، ولا نقعد نتفرج عليها واحد ولا تاني يخطبوا ويتجوزوا. وانتي معقولة يا سعاد ناغرة من خالك ميلاد إنه هو بيخطب؟ أنا ماليش ناغرة، لكن يا أختي هما يخطبوا ويتجوزوا ويديروا عراس ويفرحوا، وأنا نقعد نتفرج غير عشنين كيف يسحنوا فيا. غنودي نودي نودي استعدي من الشطار واغسلي وجهك، وتاني الفائدة ديما خير، ما تندريش مرات في هالبيان هذا تحصلي نصيب ويجي يخطبك. نعم يا نوريا. قولي ان شاء الله يا ربي. والله يطفي لي في معنوياتي غير انت راه. باهي اسمعي، انا ياخذ عندي نطلع نمشي نشري حوايج، تمشي معايا تسيريني؟ نمشي معاك، غير نودي اغسلي لي وجهك واستعدي من الشطار. باهي والصغار على الباب تخليهم. يا ودي مالكش علاقة بيهم الصغار، تو خليهم عند بوهم. باي صحيتي نوريا، صبح على خير. مدام كل خير. نربط بالله ما خاطريش فيها بس وجهي. وهذا يا اخيتي اللي صار بيني وبينك. الحمد لله، ربي يسهل لك يا اخي، حتى انت كويس وتستاهل كل خير. ناس باهية، ناس باهية يا مرومة. لكن قولي حاجته اللي هم فارقينها واللي احنا مرفوها زعما سعاد
تستنى جدوزين خير كمان. اي عاد ما تغلطش، سعاد بنيتي وعندها دور وفالحة وناشطة ما شاء الله عليها. حتى ما رأيك نكلم نورية تريد وتمشيها بعدين، كلمها تمشي معك. اي عادي، اي شوفها قول انها وتوكل على الله. اناديها يا سعاد. سعاد يقول فيها بدلع. سعاد مسكينة عندها طنجرة فوق النار قريب تشيط الطنجرة. تعال يا بنيتي. ايه خالك يحبك. حتى انا ما بخش الموضوع خالي. التومة يا مرديك وعيني يا باه. ايه ادو الزوز. هاي شو فيه شني؟ بنقول لك راه يا سعاد، خالك مشى لمالي خطيبته واتفق هو وياهم بيرفع لهم البيان الاسبوع هذا. وقال ما فيش خير من بنية اختي سعاد، عندها ذوق وتفهم في الموضه والالوان، تمشي تشري لي تعليق ذهب وتشري لي البدله الصغيره وقفطان كبير وكندرة بشنطتها وعاد العطور وغيرها وغيرها وشنطة مكياج كبيرة قالوها يبوها. اي والله شو نجيب لها الحمرة بتاع زمان هذيك اللي حطوا فيها في العلاقات. وبعدين علاش نجيب لك كيسنا هي التوم ارفعها معاك خل تحكها على حوايجها. سعاد حشمي يا معاد بعد ما شاب خش الكتاب هيك الحسدي ديري. لا لا مش حسدي اختي غير هي. وها عليه اختو دا ولو حمر من الحشد. خجول خجول. هو نص سنونة سنونة نصهم طايحات. عادي قابلين بي اول ما طقيت الباب قالوا مرحبتي انا بيك اختك تقول كلمي بنت. يا خويت وين يلقوا جمال زي هالجمال؟ احرف هاتهم هاتهم. حسبي. ايه. هذه بقت 10. طنجرة بح في ساعة. بروحها. ايه والبطاطا العشرين عرضي عليهم والدسم. هذي حوزات اللي تعرفيك يلزم شريفي تاخذ لنا شويه بخور وشويه حاجات احنا عادك حتى احنا نبغوا نلبسوا باهي عاد عيد ميلاد وشق عيد من شق باهي والباقي العشرين وردي بلا تمشي بروحك تمشي تكلمي قالت نورية ومراضاك اي 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 راهي فالحة وتعرف والفلاسات هادو بتاع العشرينات وردي بالك منهم تنسيهم اختصر يا خالي. ها باهي هات جاي تنسيش عاد تجيبي لي قبطان معاك بنعرف خير يضحك فرحان فرحان وخي ما شاء الله عليك فرحان وحظها اللي جاب سيك زيد زيد فين هات جاي يا ربي هو حالة منظرها مولي ما شاء الله عليها بنيتي الله يبارك طالعة لي خالها يا سلام سوسو أما منهم نلبسه في بيان خالة ميلاد الزوز حلوات إيه معناها توا نقيسهم ونشوفهم كان مازالوا يجوا عليا ونختار واحد منهم باهي وانا فكرتي الشيش نلبس نبي قفطان جديد ونبي كندرة ونبي شنطة ونبي نمشي نحجز في المزين نعم 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 زي ما سمعتي يا يعني. قفطان جديد ايه وكندرة ايه ومزين ايه اسمعيني يا بنت راني مفلسة ما عنديش ولا مليم ما عنديش البسي قفطان من قفاطينك اصلا هم عمرهم ما شافوا قفاطينك وبعدين كانك على المزين انتي ما فيش احسن منك في المزينات ها ما كيجي بروحك وديري تسريحتك بروحك فاهمه ولا لا بنت اخت العريس طلعوني متبهدلوا علي العين وبنيه وحيده من وين بنجيب لك الفلوس يا بنيتي شنو بنمشي نشحن ما دخلنيش يا مبرد سلفي من خالد نعم هو قديش منا خالد مسكين يا نار يا ربي يعلم بحاله وبظروفه بسم الله دايرنا عرس عقب عمرك بتطلعون متبهدله نبي انا فداك منكم راحوا جدري ان شاء الله عبيتها من وين زحمة؟
خذيك ما حد تعرفيش عليك. قولي موتتي روحك للبيان. ما وتتش روحي يوم اللي قلت لي مفلسه وما عنديش فلوس وتنا البس اي حاجه من الدولاب وخلاص. خيرك اللطف يا مهبوله، معقوله بتلبسي لبسه قديمه وانت بيان خالك الوحيد؟ المفروض تمشي تشري ارقى لبسه، بالك في هذاك البيان يشبهك حد وين عجب بيك ويبعت الماليه يخطبوك حتى انت بالمره. زعما هيك تقولي؟ يعني تعرفيني ديما ننصح فيك للاحسن يا مهبوله. يا خوي الشيطان مقامص فوق كتافك، قنعتني في 3 دقائق. قل دقيقة محنا التاكم يا نوريا. شوفي 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 هبك هو القمنا خسرها فيهم العيلة هذيك، لكن معلاش يفوجوك. معلاش يفوجوك. معلاش لو سمحت. تفضلي. لو سمحت ترى نشوف التاكم هذا قداش. اهو اخويا اهو. هذا ايه هذا. يطلع لك مشروع فوق 300. هذا فلوسكم نحطها في التاكم. مش ننسى كلهم. باهي باهي خو صبري مش وقت توا، غير بعدين سهل. خلاص عطيهولي خويا على خير. حتى من الباكون حتى الباكون راقي يا خوتي، لكن معليش يفوجوهنا. انت نجي حتى انا نخدم ونختار. والله ما دخلني في عبد الله اليوم برا وحلا ولا برا نخدم خدمه ثالثه، مش يجي يخدم لي الطاقم هو حتى انا محسوبك بنطرح. الراجل يحمه دم بتخدمي خدمه ثالثه باش يجيب لك الطاقم زي هذا. وخيره يا ماما شنو القصاره فيا حتى انا نغسل ونكد وشدت لها صغار. يا ناري غير يوفر لك الشمالات والحليب الشيء هذا هلبة. اهدي نوريا شويه، اهدي اهدي سلم شويتي. لا لا حتى انا هاديه، لكن اللي عند الله مش بعيد. باهي باه باه باه. هو اصلا يا ناري مسكين ما نشبعش فيه بكل الا من العيد للعيد من كثر الخدمه. بتجي توا بتقولي له كد ودير وواحد وشي، هو كد طول عمره ما يجيبهاش حقه هذا. معلش معلش هو يسعى والباقي على ربي عادي. ما فيش مشكله. ما قلت لك مقعمس فوق كتافك. شكرا خويا بارك الله فيك. شكرا شكرا. شوفي حتى ملاك وراقي خويتي. علاش يا مهبوله تقولي لهم ذهب افريقي؟ قولي لهم مشيها عليهم وقولي لهم ذهب. وثانيه نوني حتى الكيتا والباك ونصلي على النبي عليهم، ما تقولش الا الماس واخدينه ولا ميلاد. زعما هيك تقولي؟ يعني تعرفيني كيف نقول لك كلمتي تمشي حقك. فاسمعي باقي الفلوس ونلسهم عندك، راهي صار ما صار على الاقل ترقبيني في اخر لحظه. ولا يهمك غالي والطلب رخيص. خوتي سلامك تشوفي خالي ميلاد يشكر فيه يشكر فيه في عمره. كل واحد يشكر فعلا. قطعي قدام. ما تقولي هذه اللي توا الشيطان اللي وقفت قدام. قطعي قدام رجلي كسرتي امي. خارج رجلي زعما عندي عليها كذا ما هو
يا اسطى نجي نجيبك معانا صدق. نوريا انت جبتها تحملي مسؤولين. يا محمود جمعة ماما من الكذب. ذهب افريقي شني خوي ما يجيبش الا الذهب الاصلي. لا وش بحلوني خزيع الرجال اللي زي هيك معلش. شوفي شوفي اللي والله مش خيع الرجال اللي زي هيك معلش. يا ماما go 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 go